دلوقتي بقى لو عايزين نعمل عملية اللور والرايز الابوت من الاي اي دي، تمام. اول حاجة لازم السيليكتور يبقى لوكال، تاني حاجة لازم يكون على وضع المانيوال. هو دلوقتي على وضع الاوتو، نخليه مانيوال، يعني ممكن نخليه من البوش بوتون هنا، تمام. بعد كده لو عايزين رايز فبي 5، بي 5 ندوس عليها اللي هي بلانكت، ندوس رايز، او ده الاوت، انا عامله بلس، تمام. دلوقتي هنشوف بس ايه دي، ده البلوك. لو جه نستنى شويه كده اهو، دي النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها، البلس بيقعد زمن الفيلير، بعد كده يعمل بلس تاني، بعد كده يعد زمن الفيلير تاني، بعد كده اهو ادى البلوك دي كده، اللي هي الانترنال بلوك. لو عايزين نشيل البلوك ده بنحوله لايه، لاوتو، ايه من السيليكتور هنا اوتو. طيب لو عايزين اللور كوماند يبقى البي 6، بي 6 ندوس هنا، انا اسف دلوقتي ما جابش ليه، لان هو على الاوتوماتيك، انا لازم ارجع للمانيوال، لازم نرجع للمانيوال. بعد كده بي 6 كده اهو، نفس الموضوع برضو، هيدي بالص، بعد كده يستنى الفيلير تايم، كوماند فيلير تايم، بعد كده هيدي بالص تاني، هو تقريبا 10 ثواني اهو، بالص تاني، بعد كده الانترنال بلوك هتيجي بعد ما يعد الفيلير تايم اللي هي اللي اداها البي 3 اهي. دي كده ايه لو عايزين نعمل الاوت، اللور تاب اوت والرايز تاب اوت من الاي دي، من لو عايزين نعملهم من البانل دي اللي احنا قلنا عليهم بقى، الاوتو والمانيوال والرايز واللور، ده الرايز وده اللور، تمام. هم الزرارين دول،